ألحان عشقناها، يسحرنا بهاها، وتشرق علينا بضياها، نسمعوها يا محلاها. سعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، ولقائنا كيتجدد في هذا العدد الفني التراثي من برنامجكم ألحان عشقناها، دائما وأبدا على قناتكم الثانية دوزم. رحلتنا في دروب التراث الأصيل مازال مستمرة، كننتقل بين بساتين الفن الجميل ونرتشف رحيق الأنغام ونتمتع ببهي الإيقاعات، وفي كل حلقة تأكيد جديد على غنى تراثنا المغربي. حلقة اليوم مرسومة بنون النسوة وممهورة بتاء التأنيث. كنتكلم مشاهدينا على بنات عساوة بقيادة المقدمة عائشة الدكالي. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله أجل البرايا، وعلى صحبه الرضا والثناء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله أجل البرايا، وعلى صحبه الرضا والتناؤ. يا بابا وانا خدم رسول الله لا رضاني، الله
كان الافتتاح بالدرقاوية، واحدة من أشهر مستعملات ديال عيساوة أداها أو أدتها بكل جمال وتمكن فرقة بنات عيساوة بقيادة المقدمة عائشة الدكالي. تبارك الله عليك لالة عائشة ومرحبا بك. بارك الله فيك لالة سناء، وشكرا جزيلا على الاستضافة في هذا البرنامج الشيق اللي حنا عشقناها، واللي تبارك الله كان لك تميز في التقديم ديالو والإعداد الجميل جدا للأستاذ عبد السلام الخلوفي. عائشة، هذه مدة وأنت كتشتغلي على التراث، بديتي بفن الملحون واليوم كديري عيساوة، ما شاء الله عليك نجاح كبير حققتيه اليوم، كيفاش تقدري تكلمي لنا على التجربة ديالك؟ هو صراحة كانت تجربتي الأولى هذه مدة ديال 20 سنة، بديت بفن الملحون ومن ثم انتقلت في سنة 2007 أول مجموعة عيساوية نسوية في المغرب وفي العالم، وكذلك اشتغلت على فن السمع والمديح. هو يعني صراحة كانت تجربة غنية، كانت تجربة يعني جميلة جدا، لا سيما تجربة ديال بنات عيساوة لأن فيها تميز. واخا كيبقى العشق الأكبر هو في الملحون، بحكم يعني حتى تجربتك لسنة في الملحون كلام لا يعلى عليه، ما كتبقى يعني بقى لنا التميز في التجربه ديال بنات عيساوة. كتبقى كلها فنون مغربيه اصيله وما شاء الله عليك. عائشه، انت محظوظه اولا لانك من مدينه سلا، المدينه التراثيه الاصيله، وثانيا لانك من اسره فنيه. شنو يمكن لك تقولي لنا على الدور ديال لونتوراج ديالك ولا ديال الاسره ديالك في الاستمراريه ديالك في الغناء وفي الفن؟ هو الدور ديال الاسره يعني منذ البدايه، يعني الوالد ديالي نشات انا في اسره فنيه، بحكم ان الوالد ديالي مولوع بالملحون وكذلك مقدم ديال الطائفه العيساويه الربانيه بمدينه سلا، حليت عيني في دار سد الملحون في الدار، والطائفه ديال العيساوه ديما، والموسم د مولاي ادريس، وفي شعبانه الميلود، صافي حليت عيني في واحد لونتوراج اللي هو فني 100%، بحكم انني انا والاخوان ديالي حتى من اختي يعني كلشي كنشتغلوا في عيساوه. هي لي داك الفضاء هو في الاول، حتى الدعم ديال العائله لان عارفين الميدان اكيد أكثر. حتى باش نبداو يعني كبنات راه الفكره كتشاف غير من البعيد، وين ملي كتجي كتطبق عيساوة خلي مني انا كندندنوا بها ولا اي واحد كيغني عيساوة، ملي كتجي كتطبقها وتفرق ميدانها وتسيرها تما تيبان الفضل. والحمد لله يعني فضل كبير الوالد ديالو والخوت ديالي اللي وقفوا معنا، وكان لهم فضل كبير باش بنا بنات عيساوة. تبارك الله عليك عائشه، كنتمنوا لك كل التوفيق والتالق. مشاهدينا، غادي نبقاو مره ثانيه ووقفه مع بنات عيساوة بقيادة المقدمة عائشة الدكالي. مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما الله
بنات عيساوة بقيادة المقدمة عائشة الدكالي متعونة بهذه الوصلة الأصيلة من فن عيساوة. تبارك الله عليك عائشة، متعتونا. عائشة، شاركتي ما شاء الله، كنشوفك في مهرجانات عديدة داخل وخصوصا خارج المغرب. السؤال ديالي هو كيفاش كتشوفي التفاعل ديال الجمهور الأجنبي مع الإيقاعات المغربية؟ هو صراحة الإيقاع ديال عيساوة إيقاع ريتمي، الجمهور سواء داخل المغرب أو خارج المغرب كيتحرك معه، بخلاف يعني بعض الفنون التراثية اللي عيساوة تبارك الله ناشطة بإمكاننا نشطحوا، سيغتو أننا دخلت آلات اللي هي جديدة على عيساوة، هي داخلة صراحة سواء من قراقب من طبل كبير اليوم قناوين، داك لو غيتم كله زاد إضافة لعيساوة وخلى أن الجمهور يتقبلها سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. وهي إضافة جميلة، يعني فاش سمعت القراقب مع الفرقة ديالك درت إضافة زوينة بزاف، وهادو كلهم كيعطيو واحد النفس جديد لعيساوة، واحد الرؤية أخرى لعيساوة. وغادي نبقاو مشاهدينا اللحظة مع قصيدة من أشهر القصائد في الفن العيساوي، وهي قصيدة الزميطة. هي رحلة كتبين رحلة العيساوي لتحضير هذه الأكلة اللي كتبدا من النادر لكراء الأرض وكتنتهي بخلط المكونات. نتمنى مشاهدينا تكونوا أو نكونوا فتحنا شهيتكم لاستماع لهذه القطعة الجميلة دائما من أداء بنات عيساوة بقيادة المقدمة عائشة الدكالي. أما أنا ما بقى لي إلا نقول لكم انتظرونا في عدد جديد مع لون غنائي جديد وفن أو فنان جديد دائما وأبدا في برنامجكم ألحن عشقناها.